يقول: هل قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، أليس هذا إقسام على الله بالمخلوق فتكون الباء باء القسم؟ فتكون الباء باء القسم، يعني معناه أنك ما فهمت كلامنا من أول الدرس إلى الآن. نقول هذا ما هو توسل بالمخلوق، توسل بالدعاء، بدليل أن عمر قال: قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو، فهذا توسل بدعاء المخلوق لا بالمخلوق نفسه، لأنه قال ادعو. نعم.